الكلمة الانسيدان بيا جنان جنان. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، سيدة وزيرة العلاقات مع البرلمان، أسرة الإعلام، السلام عليكم. أيثما أيثما الزلف اللوان تزيريين في تزيريين يوطظ واس أندا دنيني يوطسيف المقاميس بلغ السيل الزوبة قل وقت أقلاق البرلمان خير لا سقيت مثلنا سويت مثلنا خدمنت قلي كوميسيون إيوكن أذب الزنت قيوث نسمانا أكذ عشر أيام أما كان إمدانان أغندي في كان ثقة نخذ عيثان أن الشيء سبينس ذلي ديبوتي توغلبن تبعان الحكمة أمس بطلين أغندي هدور بين إيو بريدي صلحان إيوكن أن بنو ثمر ثنا قلساس إكسحان ودنر القيمة إيتزيريين أندل لقد سبقت للحكومة وعلى لسان ممثليها أن صرحت بأن الجزائر ستعرف عهدا جديدا وتجديدا جمهوريا قويا من خلال مراجعة القانون الأسمى للبلاد دستور. كل هذا سيدرج في قالب يتمثل في فتح الممارسة السياسية من خلال درج محاور أساسية سامية. فأين نحن من تعزيز الوحدة الوطنية والديمقراطية ودولة القانون؟ فالتعديل الدستوري الذي تم الموافقة عليه من طرف أحزاب الموالاة جاء لحل مشاكل النظام السياسي القائم وليس لحل مشاكل البلد. يترك أزمة النظام القائم بدون حل، وهي الأزمة التي تظهر من خلال سلطة فردية شاغرة واستيلاء أطراف غير شرعية على مراكز القرار الوطني وتفتيته بفعل التناقضات السائدة بين هذه الأطراف، وكذا فقدان كل المؤسسات لشرعيتها. لقد جاء في التقرير التمهيدي عن مشروع قانون عضوي رقم 16 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة بأن من أبرز تطبيقات القانون العضوي في النظام الدستوري الجزائري ضرورة إعادة النظر في بعض أحكامه، فقد أعطى للحكومة صلاحيات أكثر مما عليه ولم يحدد كيفية مبادرة أعضاء البرلمان لتعديل الدستور. هذا من جهة، ومن جهة أخرى نلاحظ في المادة 6 تغييب الأمازيغية رغم أن الدستور اعترف بها أنها لغة وطنية ودستورية. سيد الرئيس، باعتباركم مختص في قواعد اللغة وكنتم رئيسا للمجلس الأعلى للغة العربية، فأنتم بدراية كاملة بأن اللغة كائن حي يحتاج إلى عناية متواصلة لكي ينمو ويصبح ويؤدي دور المنوط به. وقد حان الحين لكي نتوقف عن الاعتقاد بأن اللغة متوفرة تشكل تلقائيا. فلنا القناعة الكافية بأن التوظيف السياسي لأهم دعائم هويتنا الوطنية وأهم حواجز موروثنا الثقافي الوطني من الضروري إعادة النظر في المادة 6 ووضع الأمازيغية في نفس المكان والمرتبة إلى جانب أختها العربية. وكل منشورات المجلس الشعبي الوطني تصدر بلغتين دون قيد وشرط. فالوقت قد حان للدولة الجزائرية أن تأخذ بزمام الأمور والعودة لجذور تاريخ بناء مغرب الشعوب الذي يمتد فيه عروق الأصالة والمصير المشترك في توحيد لغة الأم التي هي لغة كل الجزائريين وتفعيلها وإجبارية التعليم في كل مدارس ولاية الوطن دون استثناء. كما أن غياب فكرة الجزاء في هذا المشروع وعدم تقديم بيان السياسة العامة وتحديد أجال محددة في الرد على الأسئلة الكتابية والشفهية يقلل من دور السلطة التنفيذية وتصبح
التشريعية معذرة وتصبح تهيم في واد والبرلمان في واد آخر. ولم يرد أيضا في المشروع عدم تحديد كيفية مبادرة أعضاء البرلمان لتعديل الدستور على الرغم من الأولوية التي أعطيت، فالموازنة بين السلطة التنفيذية والتشريعية أصبح من المستحيل تجسيده في ظل تشويه المعارضة من أبناء الوطن النزهاء والعمل على قلب الحقائق الذي تتخذه المؤسسات لضرب الهوية الوطنية وزرع الفتنة داخل.